انت جاهزه؟ اذا اخذتي التصويت بالاجتماع رح تشتغلي معي كمان. يعني رح نشتغل هيك بدون ما نحكي؟ شي حلو والله. ما في جواب. فهمت. كنت جاي لعندكم امبارح لأحكي معك، بس قلت بركي نزار لساته معصب مني وما أجيت لحتى ما أزعجكم. قلت أحسن نحكي هون. ما رح نحكي. أي ماشي، يعني مصرة. طيب رح اكتب لك رقمي هون، ما بعرف بس بجوز تتصلي وبنحكي وقتها، لأنه ضروري احكي معك. في بحياتك حدا؟ زواج، خطبة،